بكر المالكي الشيخ الإمام فقيه قيل أنه من الأبدال السبعة، من هم السبعة مولانا؟ حجازي صديق. الأبدال هم ربنا بيحضرهم في كل عصر، إذا مات واحد يطلع واحد بداله، إذا مات منهم واحد يطلع واحد بداله، وهالأمة 307 ده آخر عدد يعني فيهم اللي قالوا هم السبعة بس في أطراف الأرض كلها. وعدد المثير اللي قال 40 بس هم يدوش عن 50. حكي عنه حكى عنه القريشي في تاريخه أنه مر على امرأة مقعدة فقالت له هل معك شيء لله تعالى؟ فقال لها ما معي شيء من الدنيا ولكن هات يدك، فقامت تمشي بإذن الله تعالى وهو من كراماته. عبد الجبار يعرف بابن الفارس وكان جليل القدر زاهدا عابدا، كان ابن طقج يأتي إلى زيارته ماشيا كراماته، أرسل يشفع في رجل عند صاحب الشرطة فلم يقبل شفاعته، فبعث إليه رجلا يقول إنك تعزل الليلة نصف الليلة نصف الليل. فلما بلغ صاحب الشرطة قال والله لئن لم يتم ذلك لهدمن عليه مكانه. فلما كان نصف الليل جاءه جماعة من بغداد أمرهم الخليفة بقتله فقتلوه، فتبين الناس مقام الشيخ. الله. إيه نعم. عمرو بن الفارض، الله، شرف الدين أبو الحفص الإمام سلطان المحبين ومليك العاشقين، أشعر الأولين والآخرين، قوت زماني، صاحب الذوق الكامل، تلميذ أبو الحسن، يعني شاذلي؟ إيه لا، تلميذ أبو الحسن علي البقال، كان معتدل القامة حسن الوجه مشربا بحمرة، وإذا استمع